اوكي بالنسبه لهذا الكويشن زي ما انت شايف هون بقول لك 10 فوت بوست هاي 10 فوت هاي hey, اول وحده و oh, 25 فوت بوست اوكي هذول شو معناهم؟ ستاند uh, 30 فيت ابارت اند بيربنديكيولار تو ذا جراوند اوكي ذي ار 30 فيت ابارت يعني سمينا هاي اكس مثلا من هون لهون هاي راح تكون 30 ماينس اكس هاي من هون لهون تكون 30 x تمام؟ المهم، wires هاي أول واير من التوب top of the pole للجراوند وهون من top of this pole 25 للجراوند are attached. For write an expression of y in terms of x، بدو expression of y in terms of x، فهاي Pythagorean theorem إنه perpendicular، فإيش بتصير؟ على السالفة فبتصير y squared equals x squared plus 10 squared pick write an expression for Z just to if I have here in a Z squared equals 25 squared plus 30 minus X all squared okay pass هاي طلعنا هلا فالتوتال لينث تبع الواير فاذا بتطلع مثل ال او اكس صح التوتال لينث تبع الواير اللي هو واي بلس زد اه خلص بس ان تيرم اوف اكس بدك اياه فعندك قدي هي قديه الواي هاي الواي عملها سكوير روت فبتصير سكوير روت اوف اكس سكويرد بلس 10 سكويرد والزد قد ايه؟ الزد hi square root of 25 squared plus 30 minus x squared high l in term of this okay come on and the g again we can after okay so this is that one now find d l over dx come to find dl over dx خلينا نصغر شوي هاي الجراف okay, اوكي نصغرها شوي اوكي okay. وخلينا نقول هذه اللي هي square root of x squared plus 10 or 100 plus 25 squared plus 30 minus x all squared فعشان اعمل differentiation له او لهذا الاكسبرشن اللي هو خلينا نعمل لكم عليه دائره اللي هو هذا الاكسبرشن اللي هو الدي ان لينكس اوكي وخلينا ننظف شوي هون امحي هذا البارت شوف كيف تتصير اوكي وامسح هذول ده شيء اخر خلينا امسح هذا فعشان نعمل ديفرنشيشن <applause> خلينا اكبرها واكتب اعمل ديفرنشيشن آه، somewhere here اوكي أي. هل عشان اعمل ديفرنشيشن ده هاي تمام خليني ارجع اكتبها هون واعملها ديفرنشيشن فعندك انت ال اكس لا هذا كثير رفيع الخط خلينا اخبره شوي ال اكس ايكوالز زي ما كتبتها قبل شوي اللي هي سكوير روت اوف اكس سكوير هاي التوتال لينث اوف ذا واير بلس 100 او 10 سكويرد بلس سكوير روت اوف 25 سكوير اللي هي 625 بلس 30 minus x 2 I mean all squared يعني. صح؟ هاي ال length of the wire. عشان تعمل هاي differentiation شو بيصير؟ أول شيء هاي it's a, a radical فايش بتصير؟ عندي half. وهاي بتصير to the power of minus half فبتنزل تحت. x squared plus 100 times the derivative of what's inside the bracket شو inside the bracket اللي هو x squared فشو بتصير بتصير 2x فرح اكتب انا هون 2x plus الثانية هاي شو الديريفاتيف للثانية نفس الشيء بتصير 1 over 2 لنفس الراديكال 625 هاي ها؟ Times the derivative فخليها نمسح ال 1 Times the derivative of what's inside شو ال derivative تبع هاي ال, ال 625 هو هاي 625 بتروح بضل ال derivative of brackets 30 minus x all squared شو ال derivative لهذا البارت بنزل ال 2 بصير 30 minus x Times الDirivative also what's inside it اللي هو minus 1. هيك بتصير. فبتلاحظ هاي 2 مع هي 2 راحت، وهاي 2 مع هي 2 راحت. اوكي. Okay. فايش بصير عندها؟ بصير عندي x، نغير Colors، خلينا نغير Colors. بصير عندي x over radical X squared plus hundred minus division bar thirty minus X over square root of six twenty-five plus thirty minus X squared all squared X all squared. تمام؟ اوكي؟ هاي الفاليو. اوكي؟ Now find the distance x from the 10 pole, so we have a minimum. فإذا بده minimum amount، يعني بدنا نكمل، يعني نعمل هاي equal to zero، لأنه طالب minimum. اوكي؟ okay. يعني تعمل differentiation equal to zero، فإيش بتصير؟ اوكي؟ okay. هلا نعمل square، فإذا فبتل... الأنت هناك على الجهة الثانية، خليني أمسح هاي هون، لأنه مشان نحتاجها، نعم خلصنا هاي. نمسح هاي ونمسح هاد فهلا هاي بدي أعملها equal to زيرو عادي فبتصير x over square root of x squared minus 100 equals 30 minus x square root of six to five plus 30 minus x all squared okay how about square to both sides so we see x squared over x squared minus 100 okay Sorry plus hundred high plus okay equals thirty minus X all squared over six two five plus thirty minus X squared all squared. خليني امسح هاي لأنه مش هحتاجها، هذه. اوكي، okay. نكمل؟ فبتصير نعمل uh, cross multiplication وترتيبات، أو we can flip both of them، يعني نقلبهم التنتين. إذا قلبناهم إيش بتصير؟ بتصير x squared plus 100 over x squared plus equals sorry equals شوية طويل السؤال بس easy equals 625 plus 30 minus x squared all squared over 30 minus x all squared نعمل distribute للبركت

ترتيبات اوكي okay. ايش بصير؟ شوف شو بصير؟ هاي وين راحت فبصفي عندي cross multiplication هاي crossed out وهذه crossed out هتفكروها واي فبصير 625 to 5 x squared equals هاي افتحها بصير 900 ب 1000 ب 100 هاي بصير كمان 2 زيروز ماينس 30 تايمز 260 وحط 2 زيروز للاكس بلس اكس بلس 100 اكس سكويرد اوكي خليني امسح هون اوكي okay. فهلّا هون انا ربنا خلّص طبعا صارت كوادراتيك هاي كوادراتيك قبلها equal to زيرو فبتصير 525 x squared plus 600 6000 x minus 9000 سوري هاي 90,000 0 هل نستخدم الكالكليتر uh, بما أنه it's a calculator question نقدر نطلع الكوادراتيك and we solve the quadratic فبتصير use ال الكوادراتيك هنطلع الكالكليتر هاي الكالكليتر ف يوغو ع ادخل اكبس equations number 5 فبتصير quadratic اللي هي 3 فبتصير 5 2 5 equals 6000 equals minus 90,000 equals فبطلع x1 equals 60 over 7 okay and the value in x minus 20 minus 20 is and not accepted for 60 over 7 t over 7 which is 8.5 x equals 8.57 57 5 7 and then 30 minus the answer it will be 21.42 اللي هي اللي هي هاي الفاليو فخلينا امسح لكم اياها وفرجيكم يعني هاي الفاليو هل الكالكوليتر مبني اياها فبتصير هذه الفاليو آه اللي هي هون هاي X طلعناها زي ما حكينا قبل شوي آه اللي هي 8.5 خلينا نشوف الانسر Scheme كيف سواها نفس الشيء زي ما عملنا هون طلع 5, 7 هاي ال وبتطرح منها ال 30 بتطلع ال value ال اللي هي هاي اللي هي هون اوكي اوكي هيك we done the question اوكي okay.